ذكر الله وقته مفتوح، اذكروا الله ذكرا كثيرا كذكركم اباءكم او شد ذكر. فاذا ذكرت الله ثم دعوت الله وبعد التلبيه للحاج وبعد تكبيرات العيد في اثناء ايام تكبيرات العيد، كل دي ادعيه مستجابه. وعند الدخول للمسجد وعند الخروج من المسجد وعند الدخول في السوق، كل دي الاوقات ادعيه فيها مستجابه. يعني حيثما حللت الدعاء مستجاب، ولكن توجه الى الله فاوقات اجابه. وبعد تلاوه القران وعند الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته خير ما هو في السائلين. فاذا ذكرت الله حيثما ذكرته اعطاك مثل ما يعطي السائلين. وساعة الإجابة يوم الجمعة، في ساعة إجابة يوم الجمعة أخفاها الله يوم الجمعة علشان تتوجه إلى الله طول اليوم. كان مشايخنا يقولوا لنا اللي ليه حاجة مع الله يصلي فجر الجمعة وما ينصرفش إلا بعد المغرب، يفضل قاعد في الجامع كده يا دوب يطلع يجدد وضوءه بس، هيبقى يعني لازم هيصيب ساعة الإجابة. يجي يعمل معسكر في الجامع كده من ساعة فجر الجمعة، يطلع بعد غروب الشمس يقعد في الجامع وضوءه جنب. الحمد لله بقت الميضه داخل المساجد دلوقتي، كان زمان عشان يجي يتوضا لازم يطلع يمشي مشوار بعيد ويرجع، فالوقت راح. فاي واحد عنده حاجه ايه يعني عنده الحكايه سهل، كل جمعه يقوم قبل الفجر بساعه ونص ساعه وخمس دقائق، وعندما تستيقظ في الليل كده وتتقلب على جنبك وتذكر ربك وتدعوه، الدعاء مستجاب في اللحظه دي. يعني الادعيه المستجابه امتى ليك لحظات تانية؟ لما تبقى جعان تبقى مضطر، الجوع ده يخليك ضعيف، ولما تدعو ربك وانت ضعيف الدعاء مستجاب. وعشان كده الصائم يبقى جعان وضعفان وغلبان وعطشان يقول يا رب يديله، فيبقى يعني في كل احوالك عايز ايه تاني. يجي لك شويه صداع تدعي ربك، دعاء المريض مستجاب. وكلنا يعني كل واحد فيه عنده مرض ما، ان شاء الله على الاقل نظرك بعيد بتلبس نظاره زي حالاتي، يبقى برضه مريض، يبقى كل الناس مرضى. الشتاء هو كل الناس مسكومه كله مرض، المصريين كلهم عندهم بالهرسي، يلا دعاء مستجاب. نعمه رحمه كلها رحمات، يعني المساله كلها تجد ان ربك سبحانه وتعالى فتح لك الابواب، كل دي كرامه ورحمه للامه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. شوف سيدي عبد القادر الجيلاني ليه دعاء كده جميل مره قراته عجبني. سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبذريته وباجداده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول اللهم حجتي وعدتي فاقتي. اللهم حجتي وعدتي فاقتي، يعني فقري. انا كل حجتي يا رب ان انا فايت، هي دي حجتي اللي بتحجج بيها قدامك. وكل العدة وأدواتي هي فقري، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما الصدقات إيه؟ للفقراء. فطالما أنت مفتقر الله يتصدق عليك. اللهم حجتي وعدتي فاقتي ووسيلتي انقطاع حيلتي. شفت الجمال؟ أو ده اضطرار بيبين لك إزاي الأولياء بتعرف تخاطب ربها. ووسيلتي انقطاع حيلتي ورأس مالي عدم احتيالي. رأس مالي عدم احتيالي وشفيعي دموعي وكنزي عجزي. شفت جمال بقى الأولياء ازاي تكلم ربها؟ اللهم حجتي وعدتي فاقتي ووسيلتي انقطاع حيلتي ورأس مالي عدم احتيالي وشفيعي دموعي وكنزي عجزي. وكان برضه سيدنا علي زين العابدين كان يقول ايه؟ اللهم اني ادعوك دعاء الغريق الغريب الفقير العاجز الذي لا يجد الا انت. الغريق الفقير العاجز الغريب. شفت قد ايه بقى؟ العجز، كمال العجز الى الله. اما يجيب المضطر اذا دعا. ايام ما كنت بدخل امتحانات الدكتوراه في القصر العيني زمان سنه 87 86، فكانوا عندنا في القصر العيني بيتعبوا الناس شويه، طلبه الدكتوراه لازم يسقطوه، لازم جايين يسقطوا الطلبه، حتى لو حافظ، لو انت حافظ اكتر من الاستاذ برضه هيسقطك زي هيسقط. فمره قبل الامتحان كده بتناقش مع احد الطلبه زميلي، يعني كنا داخلين الامتحان،
فبقول له دعاء سيدنا علي زين العابدين ده، بقول له اللهم اني اسال الله سؤال الغريق الغريب العاجز الذي لا يجد الا الله ان يخرجنا مما نحن فيه. قام قال لي ايه؟ لا لا مش للدرجه دي. فما كان الا ان انا ربنا كرمني ونجحت، وهو تاجل شويه نجح بعدها بثلاث سنين عشان ما كانش لسه حاسس بالاضطرار. فهمت؟ لما تحس بالاضطرار ربك يقضيها لك. هو بيقول لي ما مش للدرجه دي، يعني الاضطرار لسه ما وصلش. فربنا قال له خلاص خليك لما تبقى للدرجه دي، لما تبقى للدرجه دي يا سيدي هننجحك. ونجح الحمد لله برضه بعدها بحوالي ثلاث سنين كده، يعني دخل ست مرات بعدها، كل سنه يدخل مرتين لحد ما ربنا جعله مضطر. وبعدين بعد ما نجح قال لي ايه، مره قابلته في مؤتمر من المؤتمرات بيقول لي تصدق انا حسيت باللي انت كنت بتقوله وقلت لك مش للدرجه دي. فهمت بقى المساله؟ فالواحد لازم ايه؟ ما يغلبش نفسه. يقابل ربه مضطر على طول ويريح نفسه، لان انت مش قد الايه؟ مش قد الحرمان وانت مفتقر لكل لحظه. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. وقال عز وجل: التضرع اللي هو الافتقار مع كمال ايه؟ الخشيه، مع كمال التوجه الى الله، مع عدم الاستعجال. اهم حاجه بقى من اسباب قبول الدعاء كمان مهمه مع الصلاه على النبي اللي يسموه اداب. الدعاء له اداب كثيره، من بين هذه الاداب عدم الاستعجال، لان الاستعجال ده هو ده اللي بيخلي الامر كانك انت يعني بتختار على ربك، وده فيه اساءه ادب. شوف سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول ايه في الحكم العطائيه: لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أدي الأدب. يعني ما تيأس تقول ما أنا بدعي ربنا بقالي سنين ما استجابش تقوم تبطل، لا، لأن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد أنت. أنت تقول اللهم إني أسألك العافية وأنت مريض، تقصد العافية إن المرض يروحي، ويمكن المرض ده هو عين العافية، يوم ربك يثبت لك المرض. أنت بتقول يا رب العافية، ما هي دي العافية، بس أنت مش واخد بالك. كيف أعافي، كيف أرحمك مما به أرحمك؟ أحد الأولياء كان عنده مرض فكان يدعي رب اللهم ارحمني اللهم ارحمني، فجاله في المنام رؤيا هاتف، قال له: يا عبدي كيف ارحمك مما به ارحمك؟ يعني انا رحمتك، انت بتقول يا رب ارحمني انا رحمك كده، انت كده انا رحمك، بس انت مش واخد بالك. وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كان في واحده نعرفها يعني شافت سيدنا رسول الله في رؤيا، واحده قريبتنا يعني، شافت نفسها في رؤيا كده زي يوم القيامة والناس كلها متوجهة إلى النبي، ماشيين في طريق رايحين للنبي وهي ماشية معاه، واللي راكب واللي ماشي بيجري واللي ماشي بيزحف واللي أعمى واللي ضرير واللي بيقع واللي بيزحف واللي عاجز واللي واحد شايل واحد، شغلانة موال بقى، ناس كتير أمم رايحين للرسول صلى الله عليه وسلم. فهي الحمد لله ربنا وصلها وقفت دخلت قعدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت بتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كل ده في الرؤيا. فقالت له: يا رسول الله، هو ربنا مش رحيم بعباده؟ هي الأول بتسأل سؤال يعني بتقرر النبي بحقيقة، هي عارفة. فقال لها: نعم رحيم بعباده. قال قالت له: أمال ليه وأنا جاية لك لقيت اللي أعمى واللي ضرير واللي مش قادر يمشي واللي عاجز واللي مكسر طب هو إزاي يبقى رحيم بعباده ويعمل كده؟ هي مش فاهمة. فقام سيدنا رسول الله قال لها: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يبقى اللي هم فيه ده هو ده عين الرحمة. فهمت ازاي؟ كيف ارحمك مما به ارحمك؟ يبقى الواحد يفهم، لازم الواحد يكون فاهم. امن يجيب المضطر اذا دعاه، اذا دعوته مضطرا فقد اجابك ولو لم يتحقق في الحال. افهم دي كويس، لانه يعطي حيث يمنع ويمنع حيث يعطي.
ربك سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى ايه؟ لما سيدنا موسى قال ربنا ايه؟ اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ربك قال له ايه؟ قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد اجيبت دعوتكما، عارف التفسير قال ايه؟ قال اجيب دعاؤه بعد 40 سنة. لما قال له اجيبت دعوتكما تحقق وغرق فرعون وقومه امتى؟ بعد 40 سنة من دعوته. وربنا قال له اجيبت، لكن التوقيت بتاع ربك. عشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي يقول ايه في معنى الايه دي؟ قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما، اي على عدم استعجال الدعاء، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، اي الذين يستعجلون. افهم المعنى. يبقى من اداب الدعاء عدم الاستعجال وعدم استبطاء الاجابه، لكن انت اللي عليك تدعي وتسيب لربك يختار لك. انت لو دعيت وربنا ادالك اجابه دعائك الوقتي يمكن ده فيه ضررك. انا كنت في ثانوي نفسي يبقى عندي بسكليت، كان نفسي يبقى عندي بسكليت اروح بيها المدرسه واعمل ايه واستعرض بقى قدام العيال بقى الشباب صحابي كده راكب بسكليت وهم مش راكبين، واقعد اعيط لابويا لا يمكن يجيب لي بسكليت، وادعي ربنا واصلي قضاء حاجه يا رب اجيب بسكليت، مفيش فايده ما جاتش البسكليت. وبعدين حمدت ربنا لما اتخرجت ولقيت نفسي بقيت جراح، لقيت ناس كتير عندهم بسكليتة عملوا حوادث، واللي اتقطعت رجله واللي عجز واللي مش عارف ايه واللي مات، قلت الحمد لله ان ربنا منعنيها في الوقت اللي الواحد عنده تهور. يمكن كنت عملت حادثة وكان بقى عندي عاهة، مش كده برضو؟ يبقى لما قلت يا رب اديني البسكليتة ادهاني برضو، بس ادهاني امتى؟ ادهاني عربية بعد ما كبرت. فهمت ازاي؟ ما ادهانيش بسكليتة بقى، ده اداني عربية وبعد ما كبرت. يبقى ربنا استجاب برضه بس في الوقت المناسب، لأنه ممكن يديها لك في وقت تبقى الوقت ده يضرك، الوقت ده فيه المضرة. فهمت؟ ما تحسنش استعمال، ما تحسنش استعمال أو ما تحسنش القيام به تقوم تضرك ولا لأ؟ وياما الدنيا مليانة مناظر من المنظر ده. عشان كده أنت تدعو وتترك لربك الإيه وقت الإجابة. الأدب كده، مش عايز دلوقتي، لا دلوقتي، لا دلوقتي. ما بيعجبنيش الطريقه دي في الدعاء. يعني واحد يقول يا رب اغفر لي دلوقتي دلوقتي، لا دلوقتي دلوقتي. شغل اطفال. ايه ده بقى دي؟ دلوقتي دلوقتي دي. الان 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 الان. ايه ده؟ بقى امر مش دعاء ده؟ بقى امر مش دعاء، والامر فيه اساءة ادب. افهم. انت تدعي وتدعي باضطرار، وبعدين تتيقن ان ربنا استجاب، لكن التوقيت بتاع ربك، التوقيت ده بايه؟ بتاع ربك. ربنا سبحانه وتعالى لما ايه؟ لما سيدنا يوسف شاف الرؤيه 11 كوكبا والشمس والقمر ايه؟ يسجدون. قال يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي يسجدون. لا رايتهم لي ساجدين. كويس. في اخر السورة قال ايه؟ لما دخلوا اخواته وابيه وامه وسجدوا له وهو بقى ايه؟ بقى يعني ريس كبير وزير كبير. قال له ايه؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حق. بينهم 50 سنة. يبقى شاف الرؤية وتأولت امتى؟ بعدها ب50 سنة. شاف الرؤية طفل وتأولت وعنده 50 سنة. افهم المعنى. يبقى مفيش داعي تستعجل. العجلة دليل عدم معرفتك بربك وبأقداره وعدم رضاك بإيه؟ بقضائه وقدره واختياره. فإفهم أهم أدب في الدعاء عدم الاستعجال. عشان كده يقول إيه؟ لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأس. تقوم تقطع الدعاء بقى، ثم احنا دعينا كتير وبيستجيب. لأنه ليه بقى؟ لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يبقى ده الجمال. لما تقول يا رب أنا عايز بيت، عايز بيت، عايز بيت، بس، ولا شقة ولا عمارة، وربنا استجاب وخلاها لك في الجنة،
بدل ما يخليها لك في شبرا ولا في المعادي ولا في مصر الجديدة، أني أحسن بذمتك؟ في الجنة ولا في شبرا؟ طب ولا على النيل ولا على النيلة؟ أني أحسن يعني؟ يبقى هو ربك استجاب لك. خد بالك ان ربك استجاب لك، بس انت مستعجل عايز شقة والمجاري طفحة فيه. لا، هيخليها لك يا سيدي قصر في الجنة ومفهوش مجاري قصر. ايه رأيك؟ احلى، بدل ما يبقى بنيها لك شوية بنايين حرامية هيبنيها لك الملائكة. يبقى اني احسن؟ افهم واعد واعرف ربك انه رحيم وانه كريم وانه ما بيحرمش عباده وانه بيبتليهم ليرحمهم وبيمنعهم علشان يعطيهم. فهمت؟ طالما انت بتدعو ربك بهذه المعاني كلها في قلبك يبقى تيقن الاجابة. وبعدين اطلب مطعمك. اسباب قبول الدعاء مهمة، ان الانسان ياكل طعام حلال، اطلب مطعمك تاكل مستجاب الدعوة. يبقى لازم الواحد يبقى ايه؟ طعامه حلال، يعرف واكل حلال ولا مش واكل حلال، لابس حلال ولا مش لابس حلال، واخد حتة الارض من اخواته بالعافية كده وبنى عليها بيت وقاعد طول النهار يصلي ويقول يا رب يا رب، ما هو ارض مغصوبة هيستجيب لك ازاي؟ يا وانطاج هيستجيب لك ازاي؟ انت قاعد في ارض مغصوبة. فهمت ازاي؟ طول الليل يقرا قرآن ويقول يا رب، على ارض مغصوبة هيعمل ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى رد الحقوق لاهلها، رد الحقوق لاهلها وقول يا رب، مش كده برضو؟ رد المظالم وقول يا رب، ولا هيستجيب للظلمة؟ لما تاخد المظالم بتاعت الناس تبقى انت ظالم، هيستجيب للظالم؟ يعني انت عايز ربك يستجيب للظالم؟ من العدل ان ربنا يستجيب للظالم؟ اصل المشكلة ان الظالم فاكر ان كل الناس ظلمة وهو الوحيد اللي مش ظالم. دي مصيبته السودة اللي مخليها مستقرة على ظلم، انما اول ما يعرف انه ظالم خلاص بقى يرد المظالم عشان ربنا يستجيب. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف، ادعوني استجب. وربنا لما يوعد بالاستجابة وعد حق، ان الله لا يخلف ايه؟ الميعاد. خلاص هيستجيب، بس ادعيه بقى، تدعيه بالطرق بالطريقة التي بينها، فيها الادب، فيها الاضطرار، فيها الطعام الحلال، فيها التخلي من المظالم، فيها محبة الاولياء، محبة الصالحين، محبة النبي والصلاة على النبي، حسن الظن بالناس، الرضا بقضاء الله. تلاقي نفسك كده تبقى تلاقي نفسك قريب من الله. واخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا ابو الحسين الصفاري البصري قال حدثنا محمد بن احمد العودي قال حدثنا كامل قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، يعني اصل العبادة كلها دعاء. انت لو دورت على الصلاة تلاقي دعاء، الصيام هو دعاء، مش الصيام طلب رحمة؟ اي عبادة في الدنيا، الحج ما هو دعاء بقى. فهو اصل العبادة، اصل العبادة، لب العبادة هو الدعاء. المخ الشيء، يعني لب الشيء، ولب الشيء اللي هو ايه؟ الذي عليه مدار الشيء. فمدار الشيء كله في كل العبادات هو الدعاء اصلا، يدور حول الدعاء. والدعاء هو طلب الرحمة وطلب قضاء الحوائج، والدعاء مفتاح الحاجة. يعني لما يبقى ليك حاجة عند الله مفتاحها ايه؟ الدعاء، تطلب. وهو مستروح اصحاب الفاقات، يعني راحة اصحاب ايه؟ الفاقة، الافتقار الى الله. اما الواحد يبقى محتاج حاجة وبعدين يجي يدعي كده ويطمئن ان ربنا دع عمل اللي عليه بقى، ينام مستريح، يستريح. لما يكون مفتقر الى شيء عليه ديون ومش عارف يأديه ومعصور، يوم يواظب على دعاء قضاء الدين: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسر، واعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يواظب عليه كل يوم 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل. هو مواظب عليها تلاقيه نايم مستريح، لأن ربنا هيقضيه إن شاء الله. يبقى ده مستروح، يعني راحة. وملجأ المضطرين، والمضطر ليس له ملجأ إلا إلى الله، لأن المضطر هو الذي فقد كل الأسباب إلا الله بقى.
ومتنفس ذوي المآرب. وقد ذم الله سبحانه وتعالى قوما تركوا الدعاء فقال ويقبضون أيديهم، اللي هي صفة المنافقين، منافقين لأنهم مش مؤمنين بالله حق، هتلاقي يقبض يده يعني ما يمدهاش لله ويقول يا رب يا رب، دي صفة يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. يبقى ده حال المنافق، يقبض يده يعني ما بيمدهاش كده ويقول يا رب يا رب، لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل لا يمدونها إلينا في السؤال، وقال سهل بن عبد الله خلق الله تعالى الخلق وقال ناجوني، فإن لم تفعلوا فانظروا إلي، فإن لم تفعلوا فاسمعوا مني، فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي، فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجتكم بي. شفت تودد ربك، أدي معنى الودود، وهو مستغن عنه بيتودد، يعني يا عبدي خلقتك لتكلمني، فإن لم تكلمني فاسمع كلامي. لا، القرآن شغال ليل نهار، إذاعة القرآن ما بيبطلش ليل نهار، روح أي حتة القرآن حيثما حالات تلاقي القرآن شغال، أي تسمع كلامه، إن لم تنجيه فاسمع كلامه. فإن لم تفعلوا فانظروا إليه، تنظر إلى الله إزاي؟ في أحكامه، في عباده، في تصرفه، في أكوانه، في حكمته، في كمال شفقته. انظر إلى رحمة الله، عندما تنظر إلى امرأة تجدها واقفة تعبانة وفي الزحمة وقلقانة ومعاها ابنها محوطاه كده دي، وتبقى جعانة وتأكله هو الأول، وتبقى بردانة وتلاقي ابنها بردان، تروح قلعة حتى الهدوم اللي مش مكفيها وتغطيه بيها وتقعد هي بردان. شفت رحمة ربك تشوفها بالمنظر ده. حتى الكلاب، حتى الحيوانات تجد فيها رحمة مع ابنها، مين اللي خلق الرحمة؟ تنظر في الأكوان كده، انظر أبيك كيف فعل معك، وانظر إلى أمك كيف فعلت معك، وانظر إلى أستاذك كيف يفعل معك، وكل دول ربنا خلقهم لك وسخرهم لك عشان يقضوا حوائجك. أدي تنظر إلى أفعال الله معك، يبقى كفاية إنك أنت تنظر، تقول ربنا نسيتني، نسيك إزاي؟ كيف ينساك؟ إذا كنت أنت لا تستغني عنه طرفة عين ولا نفس، كيف ينساك سبحانه وتعالى؟ يبقى انظر إلى الله سبحانه وتعالى وأفعاله مع الخلق ومعك، فلا تجد منعما غيرك، لا تجد في الحقيقة منعما غيرك. فإن لم تفعل وتنظر إلى هذه الحكمة وأفعالي في عبادي فاسمعوا مني، فاسمع أمري بقضائي وقدري فيك وفي عبادي، فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي. وقف على باب الله، ده وقف على باب الله منتظر الفرج والفتح. فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجتكم بي، فعلى الأقل بس خلي حاجتك علي، توكل علي وأنا أقضيها لك. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول، قال سهل بن عبد الله أقرب دعاء إلى الإجابة دعاء الحال، إنك تدعو بحالك كده مش بالمقال، لسان الحال أقوى من المقال. ودعاء الحال أن يكون صاحبه مضطرا لابد له مما يدعو لأجله، اللي هو الاضطرار. أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي رحمه الله قال سمعت أبا عبد الله المكانسي يقول، كنت عند الجنيد فأتت امرأة إليه وقالت ادعو الله أن يرد علي ابني، كان ابنها تاه أو ضاع منها أو في أسر أو شيء من هذا، فإن ابنا لي ضاع، فقال لا اذهبي واصبري، فمضى. ثم عادت فقالت له مثل ذلك، فقال لا الجنيد اذهبي واصبري، فمضت ثم عادت، ففعلت مثل ذلك مرات، والجنيد يقول لها اصبري، فقالت له عيل صبري، خلاص فقدت كل صبري، مضطر مش قادرة، مش قادرة اعيش من غيره. وصلت الى ايه؟ الى الاضطرار، مش قادرة حتى تسيب باب الجنيد وتروح زي ما كان الاول يقول لها روحي واصبري، مش قادرة. ولم يبق لي طاقة علي، يعني على الصبر، فادعو لي. فقال لها الجنيد ان كان الامر كما قلت، يعني مضطرة الى هذا الاضطرار، فاذهبي فقد رجع ابنك. فمضت فوجدته ثم عادت تشكر له، فقيل للجنيد بما عرفت ذلك؟ فقال قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا. الدعاء طلب أمر في المستقبل،
قد يقتضي عند بعض الناس معناه انك انت مش راضي بالحال. واحنا قايلين ان الرضا بما اقامك الله فيه دي عباده كبيره، وعلشان كده حصل مناقشه بين اهل التصوف، هل الرضا بقضاء الله وقدره والاقامه فيه وترك الدعاء والانهماك في الذكر والطاعه افضل، ولا طلب الدعاء افضل، ايهما افضل؟ فمنهم من قال الدعاء في نفسه عباده، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباده، الدعاء مخ العباده. يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت مش مطلوب مطالب بالعباده والدعاء عباده، فبعض العلماء قالوا ان الدعاء افضل من السكوت يعني مطلق الرضا، لان الدعاء عباده والاتيان بما هو عباده اولى من تركه. ثم هو حق الله تعالى، فان لم يستجب للعبد ولم يصل الى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه، لان الدعاء اظهار طاقه العبوديه. يبقى الدعاء عبودية وإظهار طاقة العبودية، ده مطلوب وده حق الله أنك تظهر طاقتك إليه. وقد قال أبو حازم الأعرج لئن أحرم الدعاء أشد علي من أن أحرم الإجابة. وطائفة قالوا السكوت والخمول تحت جرائن الحكم أتم. الطائفة الثانية المقابل، الرأي المقابل، قال لك لا، السكوت والرضا والخمول تحت جرائن الحكم، حكم الله يعني قضائه وقدره أتم، والرضا بما سبق من اختيار الحق اولى. ولهذا قال الواسطي اختيار ما جرى لك في الازل خير لك من معارضة الوقت، من معارضة ايه؟ قدر الله يعني. وقد قال صلى الله عليه وسلم خبرا عن الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. وقال قوم يجب ان يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا، وده التحقيق وده الأمر المحقق، إن الإنسان يكون صاحب دعاء بلسانه تذللا إلى الله ورضا بقلبه، لأن طلب شيء من الله لا يعني عدم الرضا بما أقامك الله فيه، لأن الرضا تعلقه الحال والدعاء تعلقه الاستقبال، فما فيش تناقض. كويس، يعني كونك بتطلب حاجه في المستقبل تحدث مش معناه انك انت في الحال مش راضي عما اقامك الله فيه، ما فيهاش التناقض طالما القلب راضي، لان تعلق الرضا بالحال وتعلق الدعاء بالاستقبال، مش كده برضه؟ فلما يختلف التعلقات يبقى ما فيش تناقض، انما لما تخلي التعلق واحد يحصل التناقض اللي ايه اللي عمل ازمه بين بعض العلماء في المناقشه. يبقى الرضا تعلقه الحال والدعاء تعلقه الاستقبال، فيبقى تطلب بلسانك في المستقبل دوام، اذا كنت في الحال راضي فعلى الاقل تطلب دوام الرضا في الاستقبال، يبقى دي في حد ذاتها نعمة، لان الانسان لا يضمن استمرار الاحوال. والاولى ان يقال ان الاوقات مختلفة، وبعض العلماء قالوا التحقيق بقى كمان ان الاوقات مختلفة، لما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك للدعاء يبقى هو ده احسن حال ليك الوقت ده انك تدعي، ولما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك لذكره والثناء عليه وتلاوة القرآن يبقى هو ده افضل وقت بقى للذكر، يبقى على حسب حالك مع الله. ان الاوقات مختلفة، في بعض الاحوال الدعاء افضل من السكوت وهو الادب، وفي بعض الاحوال السكوت افضل من الدعاء. والسكوت مش معناه الصمت، السكوت يعني الانشغال بغير الطلب، اي الانشغال بذكر الله عن الطلب منه، ايه ده معنى السكوت؟ لان الطلب فيه نوع ايه؟ رغبة النفس، فيه برضو شهوة، مش كده؟ برضو فيه نوع اختيار، وده كله فيه نوع اساءة ادب. وعلشان كده لو هتحس انك انت بتطلب حاجة بشهوة نفسك فيبقى السكوت افضل، لو هتحس انك انت بتطلب حاجة افتقارا الى ربك لا بشهوة نفسك فالطلب افضل، يبقى على حسب الاحوال. انت دلوقتي ناس ظلموك فعايز ربنا ينتقم منهم قدام عينيك عشان تشفي غليلك فيهم، يا رب يا منتقم يا جبار، يبقى انت دي شهوة نفسك، مش كده برضه؟ يبقى ما تدعيش عليهم الوقت، ما تدعيش عليهم الوقت، لان انت عايز تتشفى فيهم
والتشفي دي صفة النفس مش كده برضو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب يتشفى من حد، الاخلاق الحميدة تلاقيها ما فيهاش حكاية التشفي دي، يقول لك عايز اشفي غليلي، يا ساتر عايز اشوفه كده الدم نازل، ليه الغل ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، كان يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، مش كده برضو؟ احنا مثلا جالنا مسج كده اي ساعة موضوع الدنمارك على الموبايل، يقول لك ايه ادعي كده اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك دلوقتي. ليه الغل يعني؟ خير انا بحب النبي ولازم ندافع عنه اكتر من دفاعنا عن انفسنا، لكن احنا نقول يا رب عرفهم مقام النبي، مش كده احلى؟ يعني لما نقول يا رب عرفهم مقام النبي احسن ما ربنا يزلزلهم واحسن ما ربنا ياخدهم. طب ما هو ربنا ما يعرفهم مقام النبي يبقوا اخواننا ويبقوا خلاص، بقت الدنمارك دي بقت اختنا مسلمه زينا، مش كده برضه؟ انا احسن ولا انت عايزها بركان؟ ليه الغل يعني؟ يعني المسلمين ما عندهمش الغل، دول ناس اتربوا على ان العرب دول وحشين وان المسلمين دول وحشين وان سيدنا محمد ده مش نبي لا يوحى اليه، اتربوا على كده واحنا مقصرين ان ما عرفناهمش مقام النبي. مقصرين او هم كفره او اي حاجه مالناش دعوه بقى، احنا المشكله يعني يمكن هم من اهل الخذلان، ربنا كاتب عليهم كده، حتى لو عرفوا مقام النبي برضه هيكفروا، يمكن مش ربنا خلق للجنه اهلها وللنار اهلها؟ لكن انت على اي حال ما يبقاش في قلبك غل من الكافر، غل من الكفر، لكن الغل مش من الكافر. الكافر ده غلبان تقول يا رب اهديه فانه لا يعلم، فهمت؟ شوف ربك سبحانه وتعالى، انت بتقول يا رب اهلك الظلمة والكفرة، طب ليه ما بيهلكهمش؟ ده احنا بندعي في الحرمين يا رب عليك باليهود والامريكان، في الحرمين دعاء مستجاب هناك 100%، طب ما بياخدهمش ليه؟ عشان خاطر النبي، والله عشان النبي. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيهلكهمش رحمة بسبب النبي، يعني انت تزعله مستعجل انت، وهو ربنا سبحانه وتعالى عشان النبي رحمة للعالمين رحمهم، لان كتير منهم هيسلم في المستقبل لو خدهم الوقت. طب ذريتهم اللي هتسلم دي تروح فين؟ هتيجي منين؟ فهمت ازاي؟ وهو ربنا سايبهم عشان هيخلفوا لنا عيال حلوين كده يطلعوا مسلمين وبعضهم هيسلم، دي الحقيقة. فانت بس عايزها الوقت حريقة، عايزها الوقت حريقة عشان انت عجول، انت عجول، انت مش فاهم كثير من الناس. ومش ربك سبحانه وتعالى اما الكفار قالوا ايه؟ وقالوا ربنا ان كان هذا هو الحق من عندك، وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فايه؟ فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب اليم. ده هم اللي راوا على نفسهم. يوم ربك يقول ايه؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ده بسببك انت انا مش هعذبهم، مش هستعجل عليك. يبقى وما زال واعلموا ان فيكم رسول الله، وعشان كده ربنا مأخر عذابه عشان النبي، عشان النبي اللي بيأذوه ربنا مأخر عذابه. تعرف هم لو عرفوا الحقيقه دي هيحبوا النبي، يعني هم هيحبوا النبي كده لوحدهم لما يعرفوا ان ربنا بيرزقهم وبيعطيهم وبيحفظهم في البر والبحر عشان النبي اللي بيأذوه ده، وهم بيأذوه هو بيدعي لهم في قبره يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ايه رايك؟ يبقى هم مرحومين عشان النبي صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة بلاش حكاية الغل دي دلوقتي، يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك دلوقتي. ايه ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي؟ ما تسيب لله سبحانه وتعالى، لله الخلق من قبل ومن بعد. هو لو ربك اهل قريش كلهم كان ربنا زلزلهم اول ما وقفوا ضد النبي، كان هيبقى فيه صحابة؟ كان هيبقى فيه سيدنا عمر بن الخطاب؟ كان هيبقى فيه الصحابه خالد بن الوليد كان هيبقى موجود؟ ما سيدنا خالد كان في بدر بيحارب النبي، مش كده برضه؟ وفي احد كان بيحارب النبي سيدنا خالد بن الوليد، وبعد كده سيدنا خالد بن الوليد بقى ايه؟ يبقى ما تستعجلش، ما تستعجلش على الكافر لحظه كفره ان ربنا ياخده، لان يمكن يبقى احسن منك ويمكن يخدم الاسلام اكتر منك. لكن انت كل المطلوب منك تقول يا رب عرفهم بمقام النبي وبفضائل النبي، واعنا على تعريفهم مقام النبي، واجعل سلوكنا كسلوك النبي حتى يحبوا الاسلام من خلال المسلمين والتعامل معهم. لكن هم دلوقتي متصورين ان المسلم ده راجل ارهابي مجرم قليل الادب مربي دقنه كده وعفش وعامل مش عارف ايه، هم مصورينه كده.
تصورهم كده، والتصور ده اللي عملوه اليهود، واليهود في ايدهم الاعلام هناك. احنا بقى نحاول نغير المسائل دي وربنا يعيننا على ذلك. كيف نغضب لرسول الله؟ ها؟ كيف نغضب لرسول الله؟ مش معناه انك ما تغضبش، في فرق انك انت تغضب، ده مطلوب انك تغضب. مش معناه انك ما تغضبش، لكن معناه انك انت لا تستعجل. لا تستعجل انك انت ترى عذابهم قدامك الوقت. بس. ده ربك قال للنبي ولا تستعجل لهم. لكن الجهلة، الجهلة من المسلمين هو اللي عايزين يستعجل. يوم ايه؟ يقول لك يا ده مزقوا المصحف، ليه ربنا ما زلزلهمش؟ انت بتحاكم ربك؟ يمكن اللي مزق المصحف النهارده ده بعد 20 سنه يسلم. يعرفك كده ولا لا؟ لو زلزلوا دلوقتي مش حرمته من الجنه؟ افهم. لكن انا اغضب لكن ما استعجلش. ما استعجلش حاجه، اترك الامر لله. ولما اغضب اغضب على فعله لا عليه هو. فهمت ازاي؟ يبقى بقلبي بعذره، بقول ده ما يعرفش. وبلساني بنكر عليه. وبجناني وبجسمي كله اشتعل يعني حمية على نبي، لاني بحب نبي. لازم طبعا يبقى لي غيرة اغار على نبي صلى الله عليه وسلم، واغار على حرم الله سبحانه وتعالى، لان انا مطالب ان انا اغار على هذا. فهمت المسألة؟ لازم تميز بين المشاعر دي كلها. والاولى ان يقال ان الاوقات مختلفة، ففي بعض الاحوال الدعاء افضل من السكوت وهو الادب، وفي بعض الاحوال السكوت افضل من الدعاء وهو الادب، وانما يعرف ذلك في الوقت، لان علم الوقت انما يحصل في الوقت. فاذا وجد بقلبه اشارة الى الدعاء فالدعاء له اولى، واذا وجد اشارة الى السكوت فالسكوت له اولى. ويصح ان يقال ينبغي للعبد الا يكون ساهيا عن شهود ربه تعالى في حال دعائه، ثم يجب عليه ان يراعي حاله، فان وجد من الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له اولى. يعني لما يجد في الدعاء انشراح صدر كده ولسان منطلق يسيب نفسه مع الله. وان عاد الى قلبه في وقت الدعاء شبه زجر ومثل قبض فالاولى له ترك الدعاء في هذا الوقت. لما يحس بقى ان هو منصرف عن الدعاء يوم ايه يترك الدعاء وينشغل بالذكر والثناء او بعبادة اخرى. وان لم يجد في قلبه زيادة بسط ولا حصول زجر، لو في قلبه لا كده ولا كده يعني مستويان، فالدعاء وتركه ها هنا سيان. فإن كان غالب عليه في هذا الوقت العلم، العلم، يبقى الدعاء أحسن، لأن الدعاء بمقتضى العلم. ربنا قال ادعوني أستجب لكم، ماشي مع الدليل، ما هو العلم مع الدليل، مش كده برضه؟ فإذا كان الغالب عليه في هذا الوقت العلم فالدعاء أولى لكونه عبادة. وإن كان الغالب عليه في هذا الوقت المعرفة والحال والسكوت فالسكوت أولى، يعني الرضا. يبقى على حسب. ويصح ان يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب او للحق سبحانه فيه حق فالدعاء اولى، وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت اتم. يبقى اما يبقى الدعاء بحظ النفس وشهوتها يبقى السكوت احسن، والا هتقوى معك النفس. انت الوقت لما تلاقي واحد يظلمك وبعدين بعد ما يظلمك تقوم تدعي في الحال تلاقيه كده تشتهر، تقول شفت دعوتي مستجابة، شفتوا يا ناس خافوا مني، خدوا بالكم انا مين، يبقى اشتهرت. والشهرة ضد الولاية، ضد طلب الولاية، مش كده برضو؟ يوم ربنا يريد ان يسترك، يظلمك ويقرفك وربنا يبارك له. فهمت ازاي؟ علشان ايه؟ يبتبان قدام الخلق انك انت ولا حاجة، لكن انت عند الله حاجة كبيرة. حاجة كبيرة، يعني المسلمين عند الله كبار رحمة، ده ربنا سبحانه وتعالى ثبت الأكوان من أجلهم. ما تفتكرش إن أمة المسلمين دي أمة، ده الشمس بتطلع عشاننا، السماء بتمطر عشاننا إحنا، لأن إحنا الساجدين العارفين بالله المحبين لجميع الأنبياء. والرسول بيقول لولا سجود شيوخ ركع وأطفال ردع وبهائم ردع لصب عليكم العذاب صب. ودول مش موجودين إلا في المسلمين. هو في شيوخ ركع الا في المسلمين؟ هم الكفار دول فيهم حد بيركع لله؟ يبقى يعني لولا المسلمين بالعربي كده لصب الاعباد صبا على الناس. فلو يعرفوا كده يعرفوا قيمه المسلمين. ده هم عايشين ربنا رحمهم عشاننا، عشان هم في جوارنا. فهمت ازاي؟ هم في جوارنا بيزرعوا ويبعتوا لنا مزارعهم عشان احنا ناكلها.
لو صب عليهم العذاب ما هيجي لنا الاكل بتختلط بالعذاب ناكله ازاي؟ يوم ربنا يعطيهم في اجسادهم وابدانهم وتجارتهم عشان احنا نستفيد بيه. افهم المعاني دي، ادي معنى النظر لرحمة الله في الاكوان. وفي نفس الوقت مش معنى كده انك انت تسيبهم على حل شعرهم، لا، برضو انت مطلوب انك انت تدعو لهم وتدعوه وتعرفهم. وفي الخبر المروي ان العبد يدعو الله سبحانه وهو يحبه فيقول يا جبريل اخر حاجة عبدي فاني احب ان اسمع صوتك. يبقى احيانا ربنا يأخر الاجابة عشان عايزك باستمرار ايه متوجه اليه. وان العبد لا يدعو الله وهو يبغضه فيقول يا جبريل اقضي حاجة، اقضي لعبدي حاجته فاني اكره ان اسمع صوتك من كثرة اعراضه عن ربي. يعني احيانا سرعة الاجابة علامة البغض مش علامة المحبة. احيانا يبقى ربك سبحانه وتعالى اخفى الامور، احيانا يكون سرعة الاجابة علامة البغض واحيانا تكون علامة ايه المحبة. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعذني لأعذنا، مش كده برضو؟ يبقى احيانا تكون علامة للمحبة واحيانا تكون علامة للبغض، واحيانا تأخر الدعاء اجابة الدعاء يكون علامة للمحبة ويكون علامة للاعراض عن العبد. يعني ربك سبحانه وتعالى اخفى عليك الامور حتى تحسن الظن بجميع الناس وتحسن الظن بربك. فهمت ازاي؟ ادي المسألة، تحسن الظن بجميع الناس وتحسن الظن بربك تقوم تعيش مستريح، لكن ما خلكش علامة واحدة لحاجة واحدة حتى تبقى عندك خوف ورجاء باستمرار. يبقى عندك خوف ورجاء من الله باستمرار سبحانه وتعالى. ويحكى عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله انه رأى الحق سبحانه في المنام فقال الهي كم ادعوك فلا تجيبني. رأى الحق سبحانه وتعالى في المنام، رؤية تليق بعظمة الله. يعني هل رؤية الله في المنام جائزة؟ جائزة، جائزة عقلا، جائزة عقلا تقع، لان العقل لا يحيل رؤية الموجود، مش كده برضو؟ والله موجود، فهمت ازاي؟ وطالما حاجة موجودة يبقى يمكن رؤيتها، مش كده برضو؟ يبقى بالعقل لا يحيل رؤية الله سبحانه وتعالى لانه موجود، والشرع لا يمنعها ولكن يقيدها. لا تراه بإدراك لأن الله قال لا تدركه الأبصار، وبغير إحاطة لا يحيطون به علم، ومن غير جهة. يبقى ترى رؤية تليق به سبحانه وتعالى، لا بإدراك ولا إحاطة ومن غير جهة، مش كده برضو؟ يبقى سهل ممكن. المهم رأى في المنام. أي طب ما تفرقش، خليك متلخبط، خليك باستمرار كده مع الله على ما هو عليه يريد. بس هو ربنا مش عايز يطمنك عشان تجتهد، لانه لو طمنك هتروح تنام. تعرف ربك لو قال لك انت يا ابني من اهل الجنه، انت كويس، ده انت تمام التمام، ايه اللي يجيبك هنا؟ ايه اللي يجيبك هنا واللي يخليك تروح تصلي الظهر لما يدن بعد شويه؟ ما انت هتنام، ما اصل البني ادم اصله كسول. قال خلاص بقى الحمد لله هيركن. لكن ربنا يريد ان يخبئ عنك علشان تجتهد اكتر، تقوم تحصل على ثواب اكتر. لكمال علمهم بقى، لكن انت جاهل بالله. فهمت ازاي؟ الجاهل بالله غير العالم بالله. العالم بالله ده ما احنا فهمنا المعنى امبارح، لان الدور اللي فات يعني، قلنا ان هم بشروا، لكن قد تكون البشاره مشروطه وهو لا يعلم الشرط فلم يمنعه البشاره من الاجتهاد. لكن احنا اونطاجيه وربنا اعلم بينا، لو بشرنا هنركن كانها بشاره غير مشروطه، كارت على بياض. يقوم ربك سبحانه وتعالى مخبي لنا الامور علشان نجتهد اكتر، عشان نرقى اكتر، عشان نعلى اكتر. يبقى ربنا خبى عنا عشان يرقينا، مش خبى عنا عشان يدنينا. اف فالرحمه كبيره الحمد لله، خليك كده مع رحمه ربك بدل ما تقول انا ده الواحد فيكم وفينا بيشوف رؤيا يقعد ايه يتنطط على الجيران والدنيا. انا شفت امبارح كذا، وهي رؤيا، والرؤيا يدخل فيها الوهم، فما بالك بقى لو جالك بشاره من سيد الخلق بلا الحقيقه، عشان تعرف الفرق بينك وبين الصحابه. سيدنا ابو بكر قعد بعد ما الرسول بشره في كل مجلس يقول لهم انا من اهل الجنه وينفخ صدره كده، فاكرين لما الرسول قال كده سيدنا ابو بكر؟ طب بذمتك لو النبي جالك في الرؤيا، بلاش في الحقيقه، قال لك كده والله لا تتنفخ قلبك لحد ما يخبط في الباب اللي قدامك. اعرف الفرق بينك وبين الصحابه.
فهمت ازاي؟ فاحنا لا نصلح للبشارة الواضحة بالعربي كده، لا نصلح، هنبوظ، هنبطل نجتهد، هنبطل نذكر ربنا، يبقى هنروح في داهية. يبقى اللي كده احلى ولا احسن؟ كده احلى، تقوم تفضل كده مع الله كده متوكل على الله وباستمرار خايف يا رب اقبلني، يا رب اقبلني اجعلني من اهل الجنة، مش كده برضو؟ انا احسن، خليك مع الله يا سيدي. المهم شاف ربه في المنام سيدنا يحيى بن سعيد القطان. سيدنا يحيى بن سعيد القطان ده شيخ الامام احمد بن حنبل، وكان مهيب احمد بن حنبل، سيدنا الامام احمد بن حنبل كان بقى قوي الشخصيه معروف يعني. كان بالرغم من كده بقى يقول لك ايه، كنت لا استطيع ان اجلس امام يحيى بن سعيد القطان من شده هيبتي، اما يروح يطلب العلم عنده يقف كده ساعة اتنين تلاتة ما يقدرش يقعد، يقول له ما يقدرش، ركبه مش قادرة تتني قدامه من شدة هيبة سيدنا سعيد يحيى بن سعيد القطان. فما بالك بقى يبقى ايه ده بقى سيدنا يحيى؟ فشوف العلماء الكبار دول ربنا يعني ايه تجلى عليهم سبحانه وتعالى بجلاله فصاروا مهابين. فبيقول هنا سيدنا يحيى نفسه اللي شاف ربه في المنام، فبيقول ايه؟ فقال إلهي كم أدعوك فلا تجيبني؟ ده أنا بدعوك كتير أوي يا رب، شوفش الإجابة. فقال يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. شفت الجمال؟ والذي نفسي بيدي إن العبد لا يدعو الله تعالى وهو عليه غضبان فيعرض عنه، ثم يدعوه فيعرض عنه، ثم يدعوه فيعرض عنه، ثم يدعوه فيقول الله تعالى لملائكته أبى عبدي أن يدعو غيري فقد استجبت له. يعني حتى لو ربك غضبان عليك وانت في باب تاني تروحه غير ربك، الزق على باب ربك حتى لو غضبان عليك، يعني له يرضى لانه رحيم وودود وكريم هيصبح. يعني على كل حال انت تفضل على باب ربك. ادي المعنى. اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ابن قال حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد المعروف بن السماك قال اخبرنا محمد بن عبد ربي الحضرمي قال اخبرنا بشر بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن الحجاج قال قال مالك بن دينار حدثنا الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتجر من بلاد الشام الى المدينه ومن المدينه الى بلاد الشام ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله عز وجل. اذا كان في واحد من ايام الصحابه في عهد النبي كان تاجر، يتاجر من الشام للمدينه والمدينه للشام. كان زمان ما فيش نقط حراسه ولا مدن، فكان الناس تمشي تحمي نفسها ازاي؟ تمشي في قوافل مع بعضها، يقوموا يحموا بعضهم من قطاع الطرق. هو بقى توكلا على الله كان يمشي في طريق لوحده. الراجل ده نظامه كده توكلا على الله. بينما هو جاء من الشام يريد المدينه اذ عرض له لص على فرس. فصاحب التاجر قف قف. فوقف له التاجر وقال له شأنك بمالي وخلي سبيلي. فقال له اللص المال مالي وإنما أريد نفسك. يبقى مرة وهو مسافر جاله قطع طريق، طلع عليه قال له أنا عايز إيه؟ قال له خد مالي وسيبني. قال له لا، ما المال بتاعك ده خلاص مالي، خلاص دي حاجة مفروغ منها، لكن أنا عايز أقتلك. لكن المال بتاعك ده خلاص بتاعي، ده انتهينا، ده مش عايز مناقشات، شوف اللماضة. طيب فقال له التاجر ما تريد بنفسي؟ شأنك والمال وخلي سبيلي. قال فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى. قال التاجر أنظرني حتى أتوضأ وأصلي وأدعو ربي عز وجل. قال له طب خلاص بعد ما المسألة كده، طب اديني فرصة أتوضأ وأصلي وأدعو دعوتين كده واعمل اللي أنت عايزه. قال افعل ما بدا لك. قال فقام التاجر وتوضأ وصلى 4 ركعات ثم رفع يديه الى السماء، فكان من دعائه ان قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، اسألك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك، واسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا اله الا انت، يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب يعني أبيض عليه ثياب خضر بيده حربة من نور. فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس، فلما دنا منه شد الفارس على اللص فطعناه طعن أزراء عن فرس، فوقع اللص على فرس
ثم جاء الى التاجر فقال له قم فاقتله. فقال له التاجر من انت؟ فما قتلت احدا قط ولا تطيب نفسي بقتلي. قال انا عمري ما قتلت حد ومن نفسي مش هتستريح ان انا اقتل. قال فرجع الفارس الى اللص وقتله. ثم جاء الى التاجر وقال اعلم اني ملك من السماء الثالثة، حين دعوت الاولى سمعنا لابواب السماء قعقعة فقلنا امر حدث، ثم دعوت الثانية ففتحت ابواب السماء ولها شرر كشرر النار، ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام علينا من قبل السماء وهو ينادي من لهذا المكروب، فدعوت ربي ان يوليني قتله. واعلم يا عبد الله انه من دعا بدعائك هذا في كل كربة وكل شدة وكل نازلة فرج الله تعالى عنه واعانه. قال وجاء التاجر سالما غانما حتى دخل المدينة وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالقصة واخبره بالدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقنك الله عز وجل اسماءه الحسنى التي اذا دعي بها اجاب واذا سئل بها اعطى. يبقى دي يعني اجابات الدعاء، يعني قصص معروفة يعني، وكل واحد فينا يعني اكيد مجرب مع ربه انه يعني ايام دعا الله سبحانه وتعالى واجابه واعطى خيرا مما دعا، كل واحد عارف الحكاية دي مجربها يعني. كان سيدنا برضو محمد الضرير وهو من الاولياء الكبار في القرن اظن التاسع الهجري، كان راكب مركب، بمناسبة احنا هنقف على اداب الدعاء ان شاء الله نكملها المرة دي، احكي لك القصة دي بس كده لانها متعلقة برضو بالدعاء وبعدين ننتهي. فكان سيدنا محمد الضرير ده كان قاعد في المركب مسافر، ضرير يعني اعمى، وكان ولي من الاولياء الصالحين، كان يرى النبي كثيرا في الروح. راكب المركب السلام 98، واخد بالك؟ حصل بقى ايه زوبعة كده في البحر، الراجل الربان قال لهم انا بحار في المركب بقى لي 40 سنة في البحر، البحر اذا هاج الهجة دي يبقى كلنا هنغرق خلاص، كله خلاص يودى باموره ويتوب الى الله ويقعد يستغفر حتى نغرق بقى خلاص انتهينا، هي دي النهاية. فخلاص كل اللي في المركب مستعدين بقى، لا في اجهزه انذار ورافعين علم بنما وكل حاجه، فربنا ينجيهم. المهم فراح ايه سيدنا محمد الضرير ده اخذته سنه كده نام، فجاءه الرسول في الرؤيه في اللحظه دي. قال له قم وكل من في المركب يقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بأكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. فاستيقظ وقال لكل اللي في المركب، قعدوا يقولوها ربنا نجاه. خدت بالك؟ يبقى الدعاء ده له سر عجيب، يغير الأمواج ويغير الطقس ويغير كل حاجة. وسيدنا أبو الحسن الشاذلي له حزب اسمه حزب البحر، مش كده برضه؟ سبب إنه ألف حزب البحر ده إيه؟ إنه كان راكب البحر برضه مسافر جاي من جهة المغرب إلى الإسكندرية، والبحر هاج بيهم برضه بنفس الطريق. وبعدين سيدنا ابو الحسن الشاذلي ربنا الهمه الدعاء ده اللي هو حزب البحر المشهور، اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم انت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي الى اخره، وقال فيه اللهم سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لابراهيم وسخرت الجبال والحديد للهود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الاخره وسخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد. دعاء طويل كده معروف حوالي صفحتين سماه دعاء البحر حزب البحر، فربنا سبحانه وتعالى نجاه. احنا عايزين بقى نقول للحكومه بتاعتنا توزع على كل واحد بيركب البحر حزب البحر، وتوزع على كل دي من ضمن برضه مقاومه الغرق، مش مسألة الإشارة والصفارة والكلام ده، السلامة لا يعدلها شيء. هو قارب النجاة يعني هيعمل إيه برضه؟ ده في ناس من الخضة بتموت من قبل لا نجاة ولا غيره، مجرد إنه يعرف كده إنه هيموت بيموت. بدري كده. قلبه بيقف من الخوف. لكن لو كل واحد مسافر البحر ياخد معاه دعاء في الصيغة بتاع الصلاة على النبي بتاع سيدنا محمد الضرير وحزب البحر بجيب ويقعد كده يقراه في المركب كل يوم بعد صلاة الصبح.
كل يوم بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد أي صلاة من الصلوات يقعدوا جماعة كده يقروه، خلاص دي أحسن مقارنة، وياخدوا بالأسباب زي ما هم عايزين، بس الأسباب لا تغني من الله شيء. والله ما أخذوا بالأسباب لا تغني من الله شيء، دي الحقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا. وبعدين من ضمن برضو الحريقة، الحريق تكبر، لازم مطاف القاهرة تعرف أن مقاومة الحريق بالتكبير، يعني اللي شغالين في الدفاع المدني ومطاف القاهرة والناس دي لازم يعرفوا الأدعية اللي ليها سر في مهنتهم. أما يجي يواجه حريقة ياخد الخرطوم معاه وياخد البتاع كل حاجة يعمل كل اللي هو عايزه، بس يقول الله أكبر، لأن التكبير يطفي الحريق، دي معروف، التكبير يطفي الحريق، دي شيء معروف يعني. فالحاجات دي كلها مهمة، كل مسلم ربنا مديله أسلحة عظيمة، أسلحة عظيمة وأسرار عظيمة، الحمد لله لا يعلم هذه الكنوز إلا المسلمين على وجه الأرض، وإحنا مطلوب إننا نستعملها أولا ونعلمها لغيرنا ثانيا، لأن إحنا رحمة للعالمين، مش إحنا أتباع نبي الرحمة. إذا كان الكفار دول طايحين في الدنيا بسبب النبي، برحمة النبي، ما هو ربنا رفع عنهم دعاء الاستئصال، عذاب الاستئصال والاستعجال بالأخذ، ليه؟ عشان النبي، يعني سبب النبي هم مرحومين. يبقى احنا على الأقل بقى ناخد إليهم ونعرفهم بمثل هذه الأشياء، بس لا تصلح التكبيرات إلا من فم مسلم، فهمت إزاي؟ لكن ربك من رحمته عند الاضطرار بيستجيب حتى من الكافر، مش كده برضو؟ بالذات في البحر، وغرق البحر دي واخد بالك، يقول يا رب يا رب، وجاءها موج عاصم وجاءها ريح من كل قالوا ربنا لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أول ما ينجيهم بعد ما يقولوا يا رب يا رب يقول لك يا سلام، كانت في طائرة هليكوبتر شافتنا، ومش عارف والله مش ينسبها لله بقى، لا ينسبها لغيره سبحانه وتعالى. لكن المسلم لا، ربنا ينجيه بالهليكوبتر ويقول هو الله، دي ميزة المسلم بقى، انه هو ياخد بالاسباب وقلبه متعلق بالله، وينسب كل النتائج الى الله لا للاسباب. ادي الفرق بين الموحد المسلم المحترم وبين غير المسلم، الاثنين بياخدوا بالاسباب، لكن المسلم ياخد بالاسباب وينسب النتائج لله، انما الكافر ينسبها للاسباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا ويستر عيوبنا ويهمنا رشدنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفلا ذكري الغافلون. سبحانك اللهم